قمر أثارت غضب الجمهور بهالصور الجريئة. شاركت الفنانة قمر جمهورها بمجموعة صور أثناء تواجدها بالمسبح بأحد المنتجعات السياحية، ونشرت قمر صورها هي ولابسة مايو أسود كشف أجزاء مثيرة من جسمها. وأثارت هالصور ردود فعل كثيرة، ففي أشخاص أثنوا على جسم قمر وجمالها ومنهم استيقوا من هالصور واعتبروا أنها بتتخطى الإثارة وبتتضمن إيحاءات غير مقبولة. وهالتعارض بالآراء بيظهر بكل مرة بتنشر فيها الفنانة قمر صور أو فيديو إلها، وحتى أعمالها الفنية تعمل شرخ عند الرأي العام. وبتجدر الإشارة إلى أنه قمر طرحت أخيراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة Kiss My Lips يلي صورتها تحت إدارة المخرج فادي حداد. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوه انزلوا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.